اليوم عطينا الانطلاقه لثلاث مخازن في انتظار ان شاء الله في 17 اكتوبر حتى امتى نعطي بمناسبه هذه المناسبه ننطلق باربعه ولا منا مع نهايه السنه يكون كل هذه المخازن منطلقه. وهذا طبعا يدخل في اطار يعني توصيه تاع السيد رئيس الجمهوريه اللي اعطاها هذه 11 مخزن لكل ولايه خاصه الولايات الجنوبيه وكذلك صومعه نتاع مليون قنطار. هذه طبعا اللي رايحات نخزنوا فيها الحبوب نتاعنا، ايضا راح نخزنوا فيها ايضا لا سيمونس تاعنا اللي نتجوها على مستوى هذه الولايه. وهذا طبعا هذا يرفع من قدرات التخزين اللي متواجده عندنا على مستوى الولايه.